انتهى اليوم الأول من أبريل رسميا العمل باتفاقية الصداقة والشراكة بين أوكرانيا وروسيا الموقعة في عام 1997. الوثيقة تتضمن بنودا يتعهد فيها الطرفان باحترام السيادة الإقليمية لكل منهما وحرمة الحدود بينهما، وكان من المفترض أن تمدد تلقائيا بعد 10 سنوات، وذلك بعد تمديدها في عام 2008 بسبب العدوان العسكري الروسي على أراضيها. أعلنت أوكرانيا في ديسمبر من العام الماضي إنهاء هذا الاتفاق مع روسيا في قانون اعتمده البرلمان الأوكراني.